هذه أدعية للأسف يعني اشتغل الناس اليوم بأدعية ألفوها من عند أنفسهم وتركوا الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوتي جوامع الكلم. يعني علينا أن نلتزم الأدعية التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قلناها كلها وصار عندنا وقت فاضي يعني ونبي ندعو، في أدعية أيضا مأثورة عن السلف اعتمدت بحيث أنه لم يعترض عليها أحد من أهل العلم. بعض الناس يأتي بأدعية جديدة ما أنزل الله بها من سلطان، وأحيانا قد تكون يعني فيها مخالفات شرعية، فالإنسان يحرص في الدعاء والذكر وكذا أنه يلتزم بما ورد، إلا إذا كانت قضايا خاصة مثلا يدعو مثلا عنده مريض يدعو له بخاص أو بزواج أو بسداد دين أو غير ذلك من الأمور، فهذا لا بأس به. أما يأتي بأدعية يعني ما أنزل الله بها من سلطان فهذا غلط.